الله معكم أحبائي المشاهدين، وسلم الرب يسوع بقلوبكم وين ما عم تشوفونا عبر شاريتي تي في وإذاعة صوت المحبة، وين ما كنتوا عم تسمعونا، إذا كنتوا ببيوتكم، إذا كنتوا بسياراتكم، إذا كنتوا عم تشوفونا بلبنان وخارج الأراضي اللبنانية، بحييكم تحية من القلب بهالصوم المبارك وبهالنهار المميز يلي رح منعيش نحن وياكم ساعة ونص من الوقت من التأمل ببعض الأفكار يلي بتخلينا نفكر يمكن بحياتنا، ومرات كثيرة شغلات بتمرق بشكل عادي بحياتنا ما منفكر فيها. لابد انه انا بالنهاية حيي كل الاشخاص يلي عم يشتغلوا معنا، كل الاشخاص يلي عم يتعبوا حتى يحضروا وتوصل لكم هالصورة الحلوة ويوصل لكم هالصوت، صوت المحبة. الشيء المميز يلي بدنا نحكي عنه اليوم انه اكيد نحن اسبوع بعد اسبوع عم نقرب لعيد القيامة، لاسبوع الالام ولعيد القيامة، وكل مرة نحن كل ما هالحدث هيدا عم يمرق بحياتنا مش مسموح انه هالحدث هيدا يمرق مرور الكرام، ويكون نحن عم نعد ايام وعم نعد ساعات وهالوقت هيدا عم يمرق كأنه نحن بس مجرد مكانات عم تمشي، منعيد عيد الميلاد، بعد منه منرجع منعيد عيد الكبير، وهكذا دوال هيك. فإذن شغلة كتير مهمة وشغلة كتير أساسية بحياتنا أنه ولا يوم من أيامنا يمرق ويكون عم يمرق مرور الكرام. إن شاء الله هالنهار هيدا اللي نحن رح نتأمل نحن وياكم فيه بعمل قلب وعمل عين أو عمل بصر وعمل بصيرة، نكون حقيقة عم نفكر ونكون حقيقة عم نضوي على شغلات كتير مهمة بحياتنا، حتى ولا يوم من أيامنا نكون عم نمرق عميان لا مبالين على شغلات كتير بحياتنا. إذن الموضوع يلي رح أحكي فيه اليوم مثل ما سميته عمل بصر وعمل بصيرة. ممكن كتير انه نطرح علامة استفهام ونقول طيب ما كليتنا بنعرف شو يعني عمل بصيرة، وكليتنا بنعرف شو يعني عمل بصر. انما اذا منفوت بالمعنى الاساسي وبالمعنى الانجيلي لهالعنوانين هودي منشوف اكيد انه في شغلات كتيرة انه نحكي فيها، وفي شغلات كتيرة ممكن انه نتأمل فيها. واكيد لما رح ينفتح المجال لقلكم انه تتصلوا رح بتنورونا اكتر واكتر، ورح بتعطونا أكثر وأكثر الأفكار يلي موجودة عندكم. لما بدنا نحكي عن عمى البصر، نحن بنعرف أنه ربنا اللي من خلق الإنسان أعطاه الحواس الخمسة يلي هن اللمس، يلي هن الشم، يلي هن البصر، يلي هن الذوق، ويلي هن السمع. فإذا هالحواس الخمسة يلي ربنا أعطيهم للإنسان بيناتهم حاسة من الحواس يلي هي حاسة النظر. حاسة النظر يلي هي من أهم الحواس يلي موجودة بحياتنا، أكيد فيها الإنسان بيقدر أنه يميز بين النور، وبيقدر يميز بين النار، بيقدر يميز بين وجه الحبيب، وبيقدر يميز بين وجه العدو، بيقدر يميز فيها شغلات كتيرة. وأكيد الأشخاص يلي في عندهم ضرر بهالحاسة من الحواس أكيد هني فاقدين شغلة، ونحن بنقول الله يعينهم. لكن الأهم من هيك إنه هالإنسان هيدا اللي بيكون فائد هالبصر، هالإنسان هيدا قادر أكتر وأكتر إنه يمكن يتعرف على يسوع المسيح مثل ما منشوف من خلال إنجيل طيمة ابن طيمة الأعمى. إذن لما بنحكي عن إنجيل طيمة ابن طيمة الأعمى منشوف إنه أربع أنواع من الناس كليتهم كانوا موجودين مع يسوع المسيح. أربع أنواع من الناس إجوا حتى يتلاقوا بيسوع المسيح. منهم الأشخاص يلي جايين بدافع الحشرية، منهم الأشخاص يلي جايين يمكن بس لأنه بدهم يعرفوا هل يسوع هيدا قادر أنه يعمل معهم أعجوبة، وقادر أنه يغير لهم حياتهم أو يعطيهم شيء مميز بحياتهم أو لا. القسم الثالث من الناس هن الأشخاص يلي حبوا أنهم يتعرفوا على يسوع المسيح، لأنه كان كل الناس كانت عم تحكي عنه أنه هو زعيم، أنه هو قائد،
وممكن هالأشخاص هودي إذا تقربوا من يسوع، إذا حكيوا مع يسوع، أكيد ممكن أنهم يوصلوا لمركز مهم. ورح منشوف أنه قسم كبير من الرسل ومن التلاميذ كانوا بيشبهوا هالنوع من الناس. والقسم الرابع من الناس هن الناس يلي حبوا ليسوع، هن الناس يلي كانوا يلحقوا ليسوع بدون أي غاية، كانوا يلحقوا ليسوع، كانوا ينبسطوا أنهم يسمعوه، كانوا ينبسطوا أنهم يشوفوه. ومنهم أكيد هالأشخاص يمكن يلي عمل معهم أعجوبة، هالأشخاص يلي تعرفوا عليه، هالأشخاص يلي لحقوه، هالأشخاص يلي شافوه غير شكل عن بقية الناس. إنما ما حدا من هالناس كلهم سوا قدر أنه يعرف وينادي يسوع المسيح باسمه إلا إنسان أعمى اسمه طيمة ابن طيمة الأعمى، يلي كان مرمي على حافة الطريق، يلي الناس كليتها كانت عم تمرق من حد منه، ما كانت عم بتعبره، ما كانت عم تحكيه، ما كانت عم بتقله أنت شو جاي تعمل هون. لأنه كل واحد من هالأربع أنواع من الناس أربعتهم كانوا مفتكرين أنه يسوع جاي كرمال لإلهم، أو يسوع هيدا لإلنا. مثل ما نحن مرات كتير لما أي إنسان بيكون مشهور ونحن منتعرف عليه، نفتكر نحن أنه هالإنسان هيدا هو إنسان لإلنا 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 بس، ومنحاول أنه نمتلكه، منحاول أنه نمتلكه، منحاول أنه نزعل إذا أي شخص عمل أي اتصال فيه، أو لأنه كأنه هيدا بالمملكة تبعيتنا، بالأمبراطورية تبعيتنا، ما حدا له حق أنه ياخده منا. والشي ذاته كان مع الناس بالنسبة ليسوع المسيح. هالأربع أنواع من الناس بالنسبة لإلهم يسوع المسيح كان لإلهم، بس ما كان لطيمة ابن طيمة الأعمى، ما كان للإنسان المرمي على حافة الطريق، لأنه مجوي، لأنه مقلعط، لأنه طالع ريحته، لأنه أعمى، لأنه إنسان منه من المستوى يلي الناس كانوا يفتكروه، لأنه كانوا يقيسوا الإنسان بالمستوى تبعوله. مثل ما نحن اليوم بعدنا لحديث اليوم منقيس الناس بمستواهم بشكلهم الخارجي، ولا مرة مندخل للقلب مثل ما عمل يسوع المسيح. إذا انطلاقا من هالشغلات هودي كلها سوا، منشوف إنه هالأربع أنواع من الناس يلي كانوا موجودين، كانوا موجودين مع يسوع، وبيناتهم كان هالإنسان الأعمى المطروح على حافة الطريق مثل ما بيقلنا الإنجيل. الوحيد يلي أعطى يسوع اسمه ونادى يسوع باسمه وكان عم بيصرخ ويقول يا بن داود ارحمني، يعني اعترف إنه يسوع المسيح هو من سلالة داود، يعني بهالشي هذا كان عم يعترف إنه يسوع المسيح هو المخلص، يعني بهالشي هذا كان عم يعترف إنه يسوع المسيح هو المسيح، هو الرب، هو القدير. مشان هيك هالصرخة اللي كان عم يصرخها طيمة ابن طيمة الأعمى استوقفت يسوع، استوقفت يسوع وطلبت يسوع بيطلب من الجمهور بيقول لهم نادوه. هالأشخاص هودي يلي هون يشوفوا كيف بتنقلب المقاييس، هودي الأشخاص يلي كانوا ضده لطيمة ابن طيمة الأعمى، هودي الأشخاص يلي كانوا عم يلكشوا يمين وشمال إنه أنت مخصك هيدا يسوع لإلنا، منشوف إنه انقلبت المقاييس، الأولون آخرون والآخرون أولين مثل ما بقول يسوع المسيح. بتنقلب المقاييس مع يسوع المسيح. الشخص يلي كان مفتكر حاله هو بالأول هو صار بالأخير، والشخص يلي كان مرمي على حافة الطريق هو الإنسان يلي هو الإنسان يلي لازم يجي ويقابل يسوع المسيح، هو الإنسان يلي جاي حتى يوقف قدام يسوع المسيح ويقول له المسيح شو بدك، أمور، طلب مني، قلي شو بدك. فإذا يسوع قلب المقاييس، غير المفاهيم كلها سوا، غير وكل مرة المسيح كان يعمل صدمة للناس، كان كل مرة يعمل صدمة للأشخاص يلي كانت في عندهم عمى بالقلب، هالأشخاص يلي كان في عندهم عمى بالبصيرة، ما كانوا، كانت حياتهم مبنية على الأنانية، كانت حياتهم مبنية على الأنا، الأنا وبس. فإذا المسيح إجا وعمل هالقلب بحياتهم، غيرهم كلهم سوا بخلال حدث واحد عمله مع طيمة ابن طيمة الأعمى. الشيء ذاته يسوع المسيح بالأسبوع الماضي شفناه ما
المخلع، والشيء اللي قبله شفناه مع الناسفة. على طول المسيح كان عم يعمل صدمة للناس بكل أعجوبة من الأعجيب اللي كان عم يعملها، بس حتى يفسر للناس ويفهم لهالأشخاص يلي هن كانوا عميان بالبصيرة أنه الإنسان بينقاس بقلبه، ولا مرة الإنسان بينقاس بمظهره، ولا مرة الإنسان بينقاس بماله، ولا مرة الإنسان بينقاس بالجاه وبالعزة اللي هو عم بيعيشه على هالأرض. إذن شفنا كيف يسوع اطلع بأعمى أريحة طيمة ابن طيمة الأعمى، وأكيد بمحل تاني من كم يوم كمان شفنا أنه المسيح بمحل تاني بالإنجيل كمان المسيح منشوفه كيف بيشفي العميان اثنين يلي بيروحوا كمان وبيبشروا بيسوع المسيح. فإذن هودي كلهم سوا حتى نقول أنه عمى البصر منه عيبة، عمى البصر منه عيبة، ومش عيب أنه يكون الإنسان في عنده عمى ببصره، إنما العيب لما الإنسان يكون في عنده عمى ببصيرته. القديسة رفقة هي أكبر مثال كمان لهالإنسانية يلي كانت مليانة من روح الله، لهالإنسانية يلي كانت منورة من جوا، فقدت النور الخارجي، إنما نور المسيح هو يلي كان عم بيعبيها، نور المسيح هو يلي كان عم بينورها، نور المسيح هو يلي كان عم بيخليها يوم بعد يوم تكبر بالنعمة. إذن أي شخص في عنده عمى بالعين، عمى بالعين يلي ممكن يكون خلقة، يلي ممكن يكون حادث، يلي ممكن يكون من خلال شغلة معينة، هيدي منا مشكلة، إنما المشكلة الكبيرة لما الإنسان بيكون في عنده العمى الداخلي بيقشع وبيروح وبيجي وبيقدر يميز بين الخير وبين الشر، إنما الإنسان هيدا بيقرر إنه يختار الشر بحياته، بيقرر إنه يكون أناني، بيقرر إنه ما يشوف إلا الشغلات يلي بتشد بخيو الإنسان لتحت، بيقرر إنه يكون هو الأول ويدعوس على الناس كلها سوا حتى هو يوصل. هيدا المشكلة الأساسية يلي اليوم نحنا رح نحكي عنها. إذن انطلاقا من الإنجيل، إذا منرجع للإنجيل ومنشوف إنه بالإنجيل يسوع المسيح حكي عن هالنوع من الناس، يسوع المسيح حكي عن هالأشخاص هودي يلي سميناهم نحن عميان بالبصيرة. وعميان البصيرة اللي بيحكي عنه إن الإنجيل أول شيء هن الكتبة والفريسيين. الكتبة والفريسيين يلي منشوف إنه يسوع المسيح وجه لإلهم لعنات منسميهم، مثل ما أعطى الطوبة على الجبل قال نياله الإنسان يلي بيكون معي، نياله الإنسان الطوبة للفقير، الطوبة لفاعل السلام، الطوبة للأشخاص يلي عم يسعوا إنه يعيشوا ويحطوا السلام بالمجتمع يلي هني موجودين فيه، طوبة للأشخاص المضطهدين يلي قلب فيها المقاييس كلها سوا. هالمجتمع هذا يلي بيعطي الطوبة للأشخاص الأقوياء، لفاعلي السلام، لفاعلي الإجرام، للناس يلي نحن منخاف منهم. إذا نحن منطلع اليوم نحن منخاف من إيران، ونحن منخاف من أمريكا، ونحن منخاف من فرنسا، ونحن منخاف من كل هالقوى العظمى. فإذا نحن منخضع لإلهم ومنقلهم طوبة لإلكم أنتوا الأقوياء، أنتوا المهمين. ليش؟ انطلاقا من الخوف، لأنه نحن منخاف منهم، لهالقوة العظيمة الأرضية يلي يمكن بكبسة زر قادرة أنه تمحي البشرية كلها سوا. فإذا نحن انطلاقا من خوف نجي لعندهم ومنقلهم نحن معكم، نحن معكم، نحن حدكم، نحن يلي أنتوا بتطلبوه. وهيدا الشيء يلي نحن عم نشوفه بمجتمعاتنا، هيدا الشيء يلي منشوفه انقسام يلي موجود ببلادنا، فلان مع هيدا وفلان مع هيدا، كل واحد متزعم وكل واحد متزلم لجماعة قوية ومفتكر انه هي الخلاص، مفتكر انه هي الخلاص. فاذا على ايام يسوع المسيح الكتبة والفريسيين هالاشخاص هودي يلي كانوا اذا بدكم متزلمين لله، كانوا متزلمين لله. ليش؟ لانه كانوا اشخاص بيعرفوا انه يقروا التوراة، كانوا اشخاص بيعرفوا انه الحرف، انما ولا مره حطوا الحرف باستعمال الناس.
في فرق بين الإنسان يلي بيعرف وفي فرق بين الإنسان يلي بيشارك الشيء يلي بيعرفه. هالأنواع من الناس مثل الفريسيين ومثل الكتبة منشوف أنه يسوع المسيح كان قاسي معهم. والأشخاص هودي لما شافوا أنه يسوع المسيح إجا وبمجيد يسوع المسيح صار فيه هل إذا بدكم هل 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 انقلاب الشعبي والناس اللي تبعته غاروا منه ليسوع المسيح وحاولوا أنهم يحطموه، وهن يلي خططوا أنهم يصلبوا ليسوع المسيح. وهذا الشيء واضح بالإنجيل، منشوف مرات كثيرة كم مرة كانوا عم بحاولوا أنهم يجيشوا الناس حتى يلقطوا ليسوع المسيح، حتى يقضوا على يسوع المسيح. وبقلنا الإنجيل وكان المسيح يمرق من بينهم ويفلت من بينهم لأنه وقته ما كان صار وزمنه ما كان حل. إذن هالنوع من الناس هن ناس مليانين بالحسد ومليانين بالأنانية، ما بيرضوا إلا كل شيء لإلهم، يعني بدهم النجاح يكون نجاح لإلهم، ما بيقبلوا أي إنسان آخر ناجح. هالإنسان هالأشخاص هودي اللي كانوا الفريسيين والكتبة اللي حكي عنهم يسوع المسيح، هالأشخاص هودي اللي عاشوا إذا بدكن عاشوا هالأنانية هيدي، وهالأنانية حاولوا أنهم يكونوا عن جد هني أشخاص مسيطرين على الناس كلهم سوا، وعلى طول بيجلوا عند الناس وبيستشيرون. هني كانوا مربوطين بالحرف، إنما ولا مرة فكروا بالإنسان. وبيحكي عنهم يسوع المسيح وبيسميهم بالقبور المكلسة. القبور المكلسة أنتوا الأشخاص يلي بلونين، أنتوا الأشخاص يلي بتظهروا للناس عكس ما أنتوا بتخبوا بقلوبكن. هيدا هو الشيء اللي نحن بنسميه اليوم التقية. التقية هن الأشخاص يلي بيخبوا بقلبهم عكس ما بيظهروا لإلكن، بيجوا لعندكن وبيقولوا لكم أنتوا بتجننوا وأنتوا طيبين وأنتوا رائعين، إنما بتبرموا ظهركن وبتشوفوا أنه هالأشخاص هودي عم بيحاولوا أنهم يطعنوا فيكن، عم بيحاولوا أنهم يأذوكن. فإذا الفريسيين كانوا من هالنوع من الناس، كانوا عم يتصدروا هن المجالس، كانوا يقعدوا بالصفوف الأمامية، كانوا يطولوا أهدابهم. إذا بتطلعوا بالفريسيين وبتشوفوا الهودي المشالح يلي كانوا يحطوها على رؤوسهم، كانوا يطولوا أهدابهم، كانوا يتصدروا المجالس، كانت الناس تعمل لهم قيمة كتير. ليش؟ بالنسبة لهم هودي الناس هن المفتحين، هودي الناس هن يلي في عندهم معرفة، هودي الناس يلي في عندهم بيعرفوا يقروا التوراة، هودي الناس يلي نحن منلتجي لهم. ولما بيكون في عنا مشكلة وهالأشخاص هودي كانوا يقودونا وهالأشخاص هودي كانوا يدلونا على الطريق الصح. ما حدا قدر يعرفهم لهالأشخاص هودي إلا يسوع المسيح. أكيد هالأشخاص قدر أنه يعرفهم يسوع المسيح وقدر أنه يواجههم يسوع المسيح، لأنه هني بنفس الوقت خافوا من يسوع المسيح. هو يلي قدر أنه يفضحهم، هو يلي قدر أنه يشرح حقيقتهم قدام الناس كلها سوا ويقول انه هالاشخاص هودي اللي انتم عم بتعيشوا معهم يوصفهم على حقيقتهم، هالحقيقه هي اللي كانت مخفيه قدام الناس اللي كانوا تابعينهم وكانوا راكبين وراهم. فاذا هالفريسيين هودي يلي كانوا على ايام يسوع المسيح، مش بس هني كانوا عميان القلوب، اذا بنطلع نحن ونشوف انه كمان مثل ما هالأشخاص هودي كانوا عميان القلوب، كمان عدد كبير من تلاميذ المسيح كانوا عميان القلوب. يعني إذا منطلع بيهوذا منشوف هالإنسان يلي ما شاف من يسوع المسيح إلا الشهرة، وما شاف من يسوع المسيح إلا العظمة، وما شاف من يسوع المسيح إلا هو الزعيم يلي جاي حتى يخلصهم من الحكم الروماني. وهو كونه شخص مسؤول عن المال بهداك الوقت، هو ممكن أن يكون في عنده صندوق. وبالوقت يلي انصدم من يسوع المسيح وشاف أنه مخطط يسوع المسيح ومسيرة يسوع المسيح غير المخطط يلي هو كان شايفه، بيروح لعند الكتبة ولعند الفريسيين لعند الأشخاص يلي كان في عنده مشكلة مع يسوع المسيح وبيروح بيسلمه. فإذا هالإنسان يلي شاف الأعجيب يلي عمله يسوع المسيح، الإنسان يلي عاش ليسوع المسيح، الإنسان يلي عاش مع يسوع المسيح 3 سنين، بقي ما قدر أنه صحيح أنه كان عم يقشع، وصحيح أنه كان عم بيشوف
بعيونه كل العجيب وكل الشغلات يلي عملها يسوع المسيح، إنما قلبه كان مسكر، كان مطفى قلبه إنه يشوف الحقيقة ويقبل يسوع المسيح بقلبه. مشان هيك نحن منشوف إنه يسوع ولا مرة بيطلع على 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 الشخص الخارجي، ولا مرة يسوع المسيح بيطلع على الشبوبية الخارجية، ولا مرة يسوع المسيح بيطلع على التياب يلي أنا لبسها. كل الشغلات يلي الناس بتهتم فيها هي ولا مرة يسوع بيطلع فيها، يسوع بيطلع على القلب. يسوع بيقول لي يا بني أعطيني قلبك، خليني أنا نور لك قلبك، خليني أنا فتح لك قلبك. ولما أنا فتح لك قلبك أنت بتقدر أنك تميز بين الخير وبين الشر، بتقدر أنت أنك تشوف الحقيقة مثل ما لازم أنك تشوفها. فإذن يهوذا هو كان من الأشخاص يلي قلبهم كان معتم، قلبهم كان معتم وما قدر أنه يشوف يسوع المسيح مثل ما المفروض أنه يشوفه. هلا رح لكم ورح تنصدموا أنه حتى بطرس بوقت من الأوقات عتم قلبه، عتم قلبه بالوقت يلي شاف أنه يسوع المسيح كما شو أخذوه على القتل حتى يقتلوه حتى يصلبوه. منشوف هون انه كل شيء كان بني بطرس وكل العظمه اللي كان يقولها بطرس احنا معك ونحن حدك، مثل ما نحن اليوم بنوقف وبنقول له للمسيح نحن معك ونحن حدك وبنحط المسبحه برقبتنا وبندق صوره المسيح على ايدنا ونحن موجودين ونحن هون ونحن زلمك يا الله وما بعرف شو كل هودي الشغلات اللي نحن بنقولها. إنما لما بتحز المحزوزية منشوف إنه نحنا منهرب ومنتفرطع. وعلى طول أنا بأخذ هالمثل هيدا وبخبره وبقوله يلي برجع بشارككم فيه على التلفزيون. بإحدى المرات كنت أنا بعدني مسؤول بإذاعة صوت المحبة، بيتصلوا فيي بعض الناس وبيقولوا لي يا أبونا في بفرنسا بمجلة اسمها مجلة فواسي، وبهالمجلة هاي في مانوكين حاطة على إجرة صورة المسبحة. وأكيد الاندفاع يلي كان موجود فينا يلي هو اندفاع الشباب خليني إنه أطلع على الإذاعة وبلش نادي، بلش نادي الناس وقل لهم يا هالمسيحية في تجريح بمقدساتنا ولازم يكون في عنا ردة فعل. وأكيد هوني وأكيد الأشخاص اللي عم يسمعوني على إذاعة صوت المحبة عم يعرفوا شو عم بقول، وأكيد الأشخاص اللي عم بيشوفوني على تشاريتي تي في لأنه أغلبيتكم كمان من مستمعي إذاعة صوت المحبة. إذا بتذكروا بهيداك اليوم قديش كان في عندنا قديش كان في عندكم حماس وقديش إجاني اتصالات وتكسرت الدنيا بالاتصالات ونحن معك يا أبونا ومشي يا أبونا ونحن منكسر ونحن منطلع ونحن منعمل. أنا قلت بهيداك الوقت أنه أكيد أنا بدي أشوف جحافل من المسيحيين كليتهم جايين حتى يدافعوا عن إيمانهم، كليتهم جايين حتى نطرق لعند سيدنا البطرك ونشرح له الوضع لسيدنا البطرك. وكانت الصدمة باليوم الثاني لما انطلقنا من معهد الرسل جوني إنه العدد ما تعدى 200 شخص. كل الأشخاص يلي كانوا محمسين وكل الأشخاص يلي كانوا عم يدعوا باسم يسوع المسيح هربوا مثل ما أو انشغلوا مثل ما هرب بطرس أو مثل ما حكي الإنجيل عن هيك الشخص المهم يلي بيدعي أصدقائه على العرس وكل واحد على العشاء وكل واحد منهم بيعتذر، واحد بيقول له أنا اشتريت 4 بقرات، واحد بيقول له أنا جوزت، واحد بيقول له بدي أفلح الأرض، كل واحد صار في عنده عذر. وهيك الناس كل واحد منهم صار في عندهم عذر، كل واحد منهم كان في عنده عذر. وأنا تفاجأت أكثر وأكثر بوقتها وبالعجقة يلي طلبوها وقت الزعماء أنه تنزلوا على ساحة الشهداء، ما شفت إلا بعض الناس هن زيتوا النزين على ساحة الشهداء. وما بنسى شخصية شخص كان حامل ابنه يلي عمره يمكن 2 سنين، أنا سألته قبل بيومين قلت له ليش ما طلعت معنا، قال له يا أبونا وين بدي أطلع يا أبونا، معقول ما شوف الصبي عمره 2 سنين وين بدي حطه، ما فينا، أمه بتشتغل وأنا بشتغل وسته تعبناها كل الوقت، طيب يا أبونا ما في، لازم جيب ابني. أنا فهمته بهيداك الوقت، فهمته لهالإنسان، بس ما فهمته بالوقت يلي شفته حامل ابنه اللي عمره 3 سنين لففله على راسه
علامة الانتماء يلي هو بينتمي لإله ومنزله بالشمسات حتى متارك شغله وتارك وظيفته وتارك كل شيء وحامل ابنه على كتافه لأنه ما بيقدر أن يحطه بمكان ومنزله على ساحة الشهداء. أنا زعلت بوقتها، أنا زعلت بوقتها، شفت قديش في أشخاص عميان القلوب، غرتهم المظاهر، غرتهم الشهرة، غرهم الإنسان بدون ما يكونوا أشخاص قلوبهم مفتحة وعم يعرفوا أنهم يدافعوا عن مسيحهم بهداك الوقت. ما عم أقول أنا أنه ندافع عن مسيحنا أنه نولع دوليب، ما عم أقول أنه نحن ندافع عن مسيحنا نكسر، ما عم أقول هودي الشغلات كلهم سوا. كل شيء كان مطلوب أنه نطلع نحن بس لعند البطرك حتى نقول له أنه في شغلة مش مزبوطة عم بتصير بحقنا نحن المسيحيين. أقلية من المسيحيين كان في عندهم هالغيرة، أقلية من المسيحيين كان في عندهم هالقلب المفتوح والإيد الممدودة إنه تمد حتى تكون موجودة بهيداك المكان حتى تدافع عن يلي قدم حاله كرمالنا حتى يفدينا وينقلنا من حالة الخطية إلى حالة النعمة. بريك وبرجع أنا وياكم منتابع حلقتنا من الأربعة بنص الجمعة. إذن أحبائي بعدنا نحن وياكم مباشرة من شاريتي تي في ومن إذاعة صوت المحبة بهالحلقة يلي عم نحكي فيها عن عمل بصر وعن عمل بصيرة. فإذن شفنا نحن أنه عمل بصيرة كانت موجودة حتى شفنا الرسل كمان الرسول توما من بعد ما كل الناس آمنت، من بعد ما اجت مريم المجدلية لعندهم وقالت لهم أنه لقد قام الرب، شو بيقول؟ بيقول أنا ما بآمن إلا ما حط إيدي بجرحه وبالجروح تبعوله. فإذن مشان هيك طوبى للذين لم يروني وآمنوا، هيك بيقول له يسوع المسيح، طوبى للذين لم يروني وآمنوا. فإذن ياما مرات هالإنسان هيدا يلي عايش مع يسوع المسيح يلي اختبر يسوع المسيح منشوف نحنا كيف كان في عنده عمى بصيرة، ما قدر إنه يميز، ما قدر إنه يعرف المسيح على حقيقته. هلأ نحنا إذا منطلع بمجتمعنا وبحياتنا منشوف إنه العمى البصيرة متفشي بمجتمعنا، متفشي بعيالنا، متفشي بدولتنا، متفشي بكل الأماكن لدرجة وصل الإنسان أنه يقول خلص أنا تعبت، أنا استسلمت، ما بقى بدي. على طول الإنسان بينبش على الإنسان يلي بيسميه الإنسان الحكيم. من هو الإنسان الحكيم؟ هو الإنسان الحكيم هو الإنسان يلي في عنده خبرة بالحياة، هو الإنسان يلي أخذ خبرته من محلين، اختبار الحياة واختمار المعرفة، اختبر الحياة، عجنته الحياة وصار في عنده معرفة من خلالها. مش ضروري انه يكون معلم ومش ضروري انه يكون مثقف، ياما في اشخاص ما بيكونوا معلمين وما بيكونوا مثقفين ومشوف انه بيعطونا حكم بكل كلمة بيقولوا لنا اياها. مشان هيك المثل بيقول اذا ما عندك كبير اشتري كبير، لانه الانسان الكبير هو الانسان يلي بيكون مخمر بحياته، قادر انه يفيدك. ليش؟ لانه في عنده بعد نظر بنسميها، في عنده بعد نظر بيشوف الشغلات غير ما انت بتشوفها، بيقدر انه يميز غير ما انت بتميز. وخاصه الانسان يلي بيكون بازمه، هالانسان يلي بيكون كل الدنيا معتمه قدامه، هو محتاج لشخص يكون حد منه ويكون عم يدعمه ويكون عم بيساعده ويكون عم بيقويه. هيدي نحن بحياتنا الرهبانية الشخص يلي منسميه المرشد، هو المرشد، هو الدليل، هو الشخص يلي بوقت أزمتي، يلي بوقت كل الدنيا مسكرة بوجهي، ما عم بقشع أنا النور، ما عم بقشع الحقيقة،
بيجي هيدا الإنسان المرشد يلي بيهديني وبيدلني على طريق النور وبيشوف الشغلة من المنظار غير المنظار يلي أنا عم شوفه. هيدا الشيء يلي للأسف نحن عم نشوفه صار معدوم بمجتمعنا. إذا منطلع ببيوتنا منشوف إنه هالمرشد وهالدليل يلي من المفروض إنه يكون البي ومن المفروض إنه تكون الأم يلي شغلتهم إنه يكونوا عم بيربوا هالأولاد هو، للأسف اليوم مرات كتيرة الأم ما عم بتكون بالبيت والبي ما عم بيكون بالبيت، ومع احترامنا لكل الأشخاص يلي عم بيساعدوهم بالبيت ما حدا بيقدر ياخد محل الأم وما حدا بيقدر ياخد محل البي. لما الشغلة بتتأزم ولما الشغلة بتكبر وما بيعود فينا نحنا نهدي ابننا أو نهدي بنتنا، منقول إنه ما عم يسمعوا منا، ما عم يسمعوا منا. ليش؟ لأنه بهالفترة هيدي الفترة التحضيرية والفترة يلي من المفروض إنه الأم تكون حد ابنها والبي يكون حد ابنه أو بنته، بهالوقت هيدا الأولاد كانوا مع أشخاص تانيين، هالأشخاص التانيين قدروا إنهم يعلموهم، مشان هيك بنشوفهم إنهم يمكن بيسمعوا من الخادمة أكثر ما بيسمعوا من أمهم، أو بيسمعوا من ستهم أكثر ما بيسمعوا من أمهم، أو بيسمعوا من جدهم أكثر ما بيسمعوا من أمهم ومن أمهم وبيهم. ليش؟ لأنه قدروا إنهم يعيشوا بهالكنف هيدا. فإذا من المفروض من الأم والبي إنه يكون في عندهم بعد نظر، بعد نظر، ويعرفوا إنه التربية إنه أنا تجوزت حتى ربي، مش أنا تجوزت حتى غيري ربي، مش أنا تجوزت حتى أمي تربي، مش أنا تجوزت حتى بيي ربي، مش أنا تجوزت حتى الجردوري تربي. مهم إنه هودي الشغلات كلهم يكونوا موجودين، إنما ما في أنا غض النظر أو كون عمية عن تصرفات كتيرة وعن شغلات كتيرة عم بتصير ببيتي وعم بتصير بمجتمعي. ما في يكون أنا أعمى، ما في أنا أكون أعمى لما أنا بدي أجي أطلع إنه لما بقعد أنا وولادي على الطاولة حتى نتغدى، يمكن إذا بتسائب مرة بالعمر، إنه ولادي كل واحد منهم عايش بعالمه، كل واحد منهم موجود على السلولار تبعوله وعم يحكي على السلولار بعالمه، حتى لو كان موجود معي بالجسم بس إنما بالروح مش موجود معي، لأنه علاقتي فيه ما عاد تعنيه، لأنه حكي لإله ما عاد يعنيه. فإذا هودي كلهم أخطار عم بتفوت على حياتنا، عم بتفوت على مجتمعنا. حتى إذا منجي منطلع بالمجتمع كله سوا، إذا منجي منطلع حتى بقلب الدولة، الدولة هي عم بتكون عمية عن أولادها، عمية عن أولادها أو عم تستعمي عن أولادها. ليش الثورات قامت؟ إذا منطلع كل الثورات يلي قامت ليش؟ لأنه الدولة كانت عمية. بالزمانات طلعت ثورة الرغيف، قبل منا صارت الثورة الفرنسية يلي نادت بالمساواة. ليش؟ لأنه الإنسان حس إنه ما في مساواة، نادت بالأخاء. ليش؟ لأنه ما كان يحس إنه في عنده انتماء، ما كان يحس إنه في أخوة مظبوطة كانت موجودة. هلأ مين قام فيها؟ ليش قاموا فيها؟ بغض النظر مين، إنما الأشخاص يلي كانوا على الأرض هن الأشخاص يلي كانوا حاسين إنه هن وحيدين، حاسين إنه هن ما حدا عم يطلع فيهم، حاسين إنه هالأشخاص عم بيغضوا النظر عنهم، عميان عنهم. واليوم نحن إذا منجي منطلع بمجتمعنا، شي ذاته يلي عم بيصير، شي ذاته عم بيصير بدولتنا، دولتنا عم بتكون عمية، عمية عن شعبها، ما عم تطلع فيي أنا وما عم تطلع فيك أنت. الأقلية عم يخلقوا قوانين على قياسهم، هني عم بيدعسوا على جماجم الناس حتى هني يضلوا بالسلطة، حتى هني يضلوا موجودين، ونحن جماعة واقفين بس حتى نزقف لقلهم وحتى نقول الزعيم بده هيك والبيك بده هيك والشيخ بده هيك. هودي هن الأشخاص يلي نحن عم نتقاتل كرمالهم، هودي هن الأشخاص يلي نحن نوجدنا حتى نكون بخدمتهم، مثل ما هن عم بيكونوا عميان عن مستقبلنا نحن عم نكون عميان عن مستقبل حالنا. فإذا هيدا هو الشيء يلي نحن عم نشوفه اليوم. الضرائب يلي عم ببشرونا فيها والضرائب يلي بدها تنعمل، اعطونا سلسله من ميل لبعض الاشخاص، اعطوهم السلسله. واليوم اجاني انا اتصال من احد
الأشخاص الجنرالية الكبار المتقاعدين، وقال لي أبونا أنا حابب أنه أطلع تقول للناس أنه نحن ما أخذنا شيء بالسلسلة، وقال لي أنا بأكد لك أنه ما في ولا أي شخص موجود بالدولة، بالدولة أنا اللي خدمت الدولة، قال أنا المتقاعد ما معي أكل، وأكيد كل الأشخاص يلي موجودين بالدولة، هالأشخاص يلي عم يحموا الوطن كمان، هودي ما في حدا منهم قادر أنه يأكل بالوقت يلي هن عم يتنعموا بأمجاد الدنيا وبقصور وبكل الشغلات يلي هن عم يتنعموا فيها، عميان عنك أنت الإنسان الموجوع، أنت الإنسان المتألم، أنت الإنسان يلي عم تصرخ، أنت الإنسان اللي عم تنزل على الشارع وعم بتصرخ وعم بتنادي وما حدا عم يسمع لإلك، ما حدا عم يسمع لإلك، عم بتكون أنت مثل طيمة ابن طيمة الأعمى يلي زيتينك وطرحينك على حافة الطريق، أنت عم بتنادي ارحموني. الفرق أنه أنت طيمة ابن طيمة كان عم بينادي المسيح وكان عم بيقوله ارحمني يا بن داود، أنتوا مرميين على حافة الطريق، والأشخاص هودي يلي عم بيحطوهم بوجهكم هني أشخاص موجعين مثلكم، هني أشخاص مألمين مثلكم، العسكر يلي عم يوقفوا بوجهكم ما هني ولادكم، العسكر يلي عم يوقفوا بوجهكم ما هني مثلكم، انتو عم بتطالبوا بمطالبهم بس مضطرين انهم يوقفوا بوجهكم، ليش؟ لأنه في أشخاص عميان مسكرين عيونهم عنك وعن عائلتك وعن كل الناس كلها سوا، وكل واحد منهم عم بفكر بمستقبله السياسي وما بده يكون. بكرة رح تيجي الانتخابات ورح تتقسموا، بكرة رح تيجي الانتخابات ورح بتشوفوا قديش في عندكم عمى بقلوبكم وعمى بعيونكم، لأنه أنتوا ما عم بتشوفوا الحقيقة، أنتوا ما عم بتشوفوا الحقيقة مثل ما هي، لأنه صار في عندكم غسل دماغ، انغسل دماغكم من هداك الوقت اللي من قالوا لكم أنه هيدا هو زعيمك. ليش ابنك بده يدرس؟ ليش ابنك بده يتعلم إذا ابنك دارس ومتعلم وقادر أنه يكون هو مسؤول؟ ليش ابن الزعيم بده يكون هو المسؤول عن ابنك؟ ليش بده يكون هو المسؤول عن ابنك؟ والشي ذاته منشوفه بكل المجالات، الشي ذاته منشوفه بكل المجالات، بالظلم الإنساني يلي منشوفه نحن بمجتمعنا بكنيستنا، ياما في ظلم موجود بقلب الكنيسة، ياما في ظلم موجود بقلب المجتمعات يلي نحن عم نعيشها، ياما في قلوب مسكرة، ياما في قلوب مسكرة ما عم تقشع وجع الناس، ما عم تقشع ألم الناس، ما عم تقشع قديش في أشخاص عم تتألم، قديش في أشخاص عم بتصرخ، قديش في أشخاص موجوعة مثل الفريسيين يلي كانوا حكي عنهم يسوع المسيح وسميهم بالقبور المكلسة، ياما في أشخاص هني قبور مكلسة موجودين بهالمجتمع يلي نحن موجودين فيه. انطلاقا من هون، فإذن انطلاقا من هون هالشيء اللي نحن عم نعيشه، هالأزمة اللي نحن عم نعيشها، مش ممكن إنه نقدر نلاقي لها حل هيك إذا ما كان في تحرك، والتحرك ما بيكون بالثورة، والتحرك ما بيكون أول شيء، التحرك بده يكون بالفكر، أول شيء التحرك بده يكون بالعائلة، أول شيء التحرك بده يكون بالمبدأ، أول شيء بالتحرك بالنظرة يلي أنا بدي إياها، يا هل ترى أنا بدي ضلني أعمى؟ قديش في أشخاص بيجوا لعندك بيقولوا له يا أبونا عمري راح وأنا كنت بالنهاية مش قاشع الحقيقة، الحقيقة كانت على مرمى حجر قدامي وأنا ما كنت شايفها، فإذا مش شايفها لأنه أنت كنت أعمى، لأنه أنت كان عندك عمل بصيرة وما كنت عم تقدر تميز، توقعت الكارثة، تصارت المشكلة الكبيرة، ساعتها أنت وعيت، ساعتها في شيء هزك، في شيء وعيت، في شيء قال لك وينك رايح، وعا حس عائلتك رح تفرط منك، ولادك فلوا كليتهم صاروا برات البلد وانت بعدك راكد ورا الزعيم الفلاني، وينك انت رايح؟ فاذا هالازمات يلي نحن عم نعيشها، هالازمات يلي نحن عم نعيشها هي ازمات كتير كبيرة، كتير عم تدخل على حياتنا، عم تدخل على مجتمعنا، ونحن للأسف مرات كتيرة خلص هيك عم بيقودونا مثل ما عم بيقودونا عم نضلنا ماشيين. فإذا هالأزمة اللي عم تضرب ببيوتنا، هالأزمة اللي عم تضرب بمجتمعنا، هالأزمات هودي كلهم سوا يلي نحن بنسميهم أزمات كبيرة ما حدا بيقدر يغيرها إلا إذا الإنسان قرر إنه يفتح عيونه، إلا إذا الإنسان قرر إنه يحط العاطفة تبعيته على جنب وقرر إنه يطلع بعين العقل ويشوف الشغلات مثل ما هي، يقرر
لمستقبله، هو يقرر المستقبل، وهو يقرر لمستقبل عائلته، هو يقرر أولاده وين بدهم يكونوا، مش يخلي غيره يقرر بالنسبة لإله. قديش في أشخاص حتى منشوفهم بمجتمعاتنا ما عندهم قرار، مش قادرين أنهم ياخذوا قرار، محتاجين أنه أمهم تاخذ القرار عنهم أو بيهم ياخذ القرار عنهم، لأنهم هيك تربوا، لأنهم هيك عاشوا. فإذن هالشغلات هودية اللي نحن عم نعيشها، هالشغلات هودية اللي نحن عم نحسها، من المفروض أنه تكون حافز بالنسبة لإلنا حتى نوعى، حتى نوعى ويكون في عنا، بالإضافة للعيون المفتحة يلي عم بتخلينا نقشع الجورة وين بدها تكون، وحتى ما نوقع بالجورة، حتى ما نوقع بمطبات الحياة، نحن محتاجين أنه نكون مفتحين، نحن محتاجين أنه مين يقودنا، وهل هالعينتين يلي ربنا حطهم بوجهنا هني حتى يقودونا، حتى يخلونا نشوف الحقيقة شو هي، وحتى يخلونا نشوف النور شو هو، وحتى يخلونا نشوف العتمة شو هي. بس إنما الأعظم من هيك والأكبر من هيك إنه قلبي يكون منور، يكون أنا إنسان مرتاح مع حالي، مرتاح مع وضعي، ما يكون أنا عيني على طول على الإنسان الآخر، الإنسان الآخر شوف عنده مليان بالحسد ومليان بالأنانية. أنا بدي الشيء اللي موجود عند غيري، أنا بدي غيري شوف عنده، أنا بدي الشغلات يلي لازم أحصل عليها مثل ما عنده غيري، مش مثل ما أنا محتاج. فإذن العمى يلي عم يضربنا هو من كل الجهات، والعمى الأكبر يلي عم يضرب حياتنا ويلي عم يضرب مجتمعنا هو لما نحن منجي منوقف ومنطلع ومنشوف إنه أعلامنا عم بغشنا، عم بغشنا ببعض الشغلات المخادعة، بعض الشغلات يلي مش لازم إنه تظهر على وسائل الإعلام. إذا بتذكروا لمن بلش الزبالة، صورة لبنان كانت صورة لبنان الحلو، صورة لبنان الأخضر، صورة لبنان الرائع، تصورت بوسائل الإعلام هي بكياس زبالة كانت عم تتصور. صحيح إنه كان في زبالة، صورة لبنان الحلو تشوهت قدام الناس، جشع الإعلاميين والمسؤولين عن الإعلام والمحطات خليهم إنه ما يفكروا إلا بالهدم، ما يفكروا إلا بالهدم وبتشويه الصورة الحلوة للبنان، يلي لما كنا نسافر يقولون عن جد بلبنان هالقد في زبالة، عن جد لبنان انطمر بالزبالة. صحيح كان في زبالة، وصحيح إنه كان في أزمة، إنما هالأزمة هايدي ليش أنا بدي ظهرها؟ ليش أنا ما بدي ظهر الجمال الحلو يلي نحنا منشوفه، يلي نحنا من المفروض إنه نوديه للغرب، ومنيجي منطلع ومنقول ما في عنا اقتصاد، ومنيجي منقول إنه السياسيين هني يلي ضاربين الاقتصاد. صحيح إنه السياسيين ضاربين الاقتصاد، بس كمان الإعلام المشوه هو كمان يلي عم يضرب الاقتصاد، لأنه لولا السياسيين ضلوا يحكوا كل النهار والإعلام ما غطاهن، مش ممكن إنه توصل الخبرية تبعيتهم لبرا، ومش ممكن إنه حدا منهم يقدر إنه يسمعها. بس اليوم لما منيجي منطلع ومنشوف إنه كل الشر وكل الخبريات البشعة هي الخبريات يلي نحن بدنا نوصلها، بدل ما ننبش على الخبريات الحلوة، إن كان بمجتمعي وإن كان ببيتي وإن كان بعائلتي وإن كان بوطني وإن كان وين ما كان. فإذا هيدي هي المشكلة الأساسية يلي نحن عم نعيشها، عم ننبش على الفساد. ليش؟ لأنه من جوا نحن معتمين، من جوا نحن ما عم نشوف الخير، من جوا نحن ما بدنا نشوف الخير، من جوا نحن ما بدنا نوصل الخير للأشخاص يلي يمكن مرئين بأزمة. نحن بدنا نزيد على الطين بلة بكل المسلسلات وبكل البرامج يلي عم نحطهم، حتى بالتوك شو يلي بده يحط، لما بده يطلع واحد يحكي باسم الشعب، شوفوا منين الأشخاص يلي عم بيطلعوهم حتى يحكوا باسم الشعب، صريخ وعييت ومسبات وقلة أخلاق بتطلع على شاشاتنا، إنه هيدا هو، هيدا اللي بيمثل الشعب، هيدا الإنسان اللي مطلعينه حتى يحكي بيمثل الشعب. في أشخاص مسقفة، في أشخاص قادرين إنه يوصلوا الكلمة اللي بدهم يقولوها بتهذيب،
مش أشخاص مدري كيف ومدري شو ومدري منني ومدري شو لابسين ومدري شو عاملين ومنطلعهم نحن على شاشاتنا ومبسوطين فيهن ومبين المقدم خيفين منه خيفين منه. لا، مش هيدا هو مجتمعنا. نحن عميان، نحن عميان، عميان لما منحضر هالمسلسلات، نحن عميان لما منحضر هالبرامج، نحن عميان لما هالبرامج هيدي بتشدنا، لأنه هودي البرامج يلي عم نشوفهم على شاشات التلفزيون تبعونا، هودي هن البرامج يلي عم بيخلونا نبطل نشوف الحقيقة مثل ما هي، عم يعمولنا البصيرة تبعيتنا، وعم بيخدرونا حتى نضلنا عايشين مثل ما نحن. لما انت عم بتعيش بالسوداوية 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 بتوصل لمرحلة وبتقول خلص انا قرفت، انا تعبت، انا ما بقى بدي، لانه انت ما عم بتشوف الخير، ما عم تطلع للخير، ما عم تطلع بالبكرة، ما عم تطلع بالحلم، ما عم بتشوف نور الشمس اللي عم تشرق، ما عم بيخلوك تشوف نور الشمس، ما عم بتشوف الجمال، ما عم بيخلوك تشوف الجمال، لانه بس كل شيء انت بدك تشوفه بدك تشوف التعتير، بدك تشوف القهر، بدك تشوف الناس اللي عم تقتل بعضها، بدك تشوف الزواريب المجويه، بدك تشوف الناس الشحاده اللي قاعده على الارض، هودي كله موجودين ولازم نطلع فيهم، بس انا ما بقدر شوفهم اذا انا كنت بنظره سوداويه، انا ما بقدر شوفهم اذا كان قلبي معتم، انا ما بقدر اطلع بالانسان اللي مرمي على حافه الطريق اذا قلبي ما كان منور وانا ما كنت مرتاح. لأنه أنا لما بدي أشوف السوداوية كل الوقت والعتمة كل الوقت وبدي أطلع بالإنسان اللي مرمي على حافة الطريق بدي أقول له ما أنا مثلك، ما أنا مثلك، ما أنا وياك عم نعيش بنفس الأزمة وبنفس الحالة. فإذن هالتوجه الإعلامي لهدم الإنسان ولهدم البشرية ولهدم المجتمع هو توجه مسيس، هو توجه مالي، مصاري عم تنقبض ومصاري عم تندفع بحقكم من جيبكم عم تندفع لكم حتى انتم تحضرون، ولما انتم تحضرون تعيشوا هالتخدر وتحسوا اكثر واكثر انه كل شيء مضروب والمجتمع ما بيسوى، ولا شو انا بدي ضلني وخليني احمل حالي وفل، وكل شبابنا اليوم بيقولوا لك ليش انا بدي ضل، خليني احمل حالي وفل، خليني احمل حالي وسافر، واي فرصه بتجي بتشوف انه ركب الطياره وحمل حالي وفل. هن بدهم يحسسوكم هيك، وهن بدهم يوصلوكم لهالاحساس هيدا، وبعدين بنوصل وبنقول انه في ازمه وبنقول ما الازمه هن عم يعملوها وانتم اللي عم تقبلوها. هلا لما رح افتح الاتصالات كلكم رح بتسبوا بالبرامج اللي انتم عم تحضروها، كلكم راح بتقولوا معك حق يا ابونا بالبرامج اللي انتم عم تحضروها، مش عارفين انه هالشيء هيدا عم بيغبب على قلبكم وعم بيحسسكم بالانغواس بانه انتم منكم مرتاحين. والانسان اللي ما بيكون منه مرتاح، منه مرتاح هو مع حاله، مش راح يرتاح مع عائلته، مش راح يرتاح مع ابنه، مش راح يرتاح مع بنته، لما بده يحس انه الدنيا مسكره بوجهه. هودي كلهم منين عم يجوا؟ غسل دماغ، عم يدخلوا على راسكم، عم يدخلوا على تفكيركم، عم بتكون الازمه عم تكبر بمجتمعكم، الازمه عم تكبر ببيوتكم، مشان هيك كثير الطلاق، مشان هيك كثير المشاكل، مشان هيك كل انسان صار عم بينبش على ذاته، صار عم بينبش على ذاته، صار عم بينبش على 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 خلاصه الذاتي، وبطل عم بينبش على الجماعه يلي من المفروض انه يفكر فيها، حتى الباي وحتى الام منشوف انه مرات كتيرة هالازمات يلي عم بتصير. ليش؟ لانه كل واحد صار مليان مليان بال 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 بالخبريات يلي بيقول لك انا اكتفيت، انا مليان، ما بقى قادر احمل. ليش ما بقى قادر تحمل؟ ما بقى قادر تحمل من الضغط النفسي يلي عم بيخليك انك تكون اعمى القلب عن شغلات من المفروض انك تتطلع فيها، من المفروض انك تشوفها، من المفروض انك تحسها. شو عم نشوف نحن بوسائل الإعلام غير القتل وغير الدمار وغير الاغتصاب وغير الخبريات البشعة؟ أي خبرية حلوة عم تدخل على حياتك وعلى حياتي؟ اطلعوا بالأخبار، تتفوتوا للمسلسلات، تتفوتوا لكل شيء انتم عم تشوفوا، تتشوفوا التوك شو، أي خبرية حلوة انتم عم تحسوها عم تشوفوها بوسيلة إعلامية. للأسف هيدا شو بده يعمل بحياتك؟ هيدا شو بده يعمل بحياتي؟ بده يحسسك انه الدنيا سودة، ولما بدك تحس انه الدنيا سودة فاذا انت بلشت تعيش هالعتمة الداخلية، هالعتمة بالقلب، وهودي هن الازمات يلي نحن عم نعيشهم. مشان هيك
بدكم تقولوا لي شو بدنا نعمل؟ بقول لكم ما بعرف. نحن منقول، نحن منصرخ، ونحن منحكي الشغلة مثل ما هي. لما نحن منشوف انه هالثورة هيدي يلي محمولة ضد الكنيسة، ليش؟ هالثورة يلي عم تتوجه ضد الكنيسة ليش؟ لأنه كل الغاية الرابط الأساسي يلي موجود بعده بيجمعنا نحن هي هالكنيسة. سياسيا تقسمنا، اجتماعيا تقسمنا، فإذا بعد فيها الكنيسة خلينا نضرب الكنيسة. مشان هيك منشوف إنه في توجيه ضد الكنيسة، وهالتوجيه يلي عم يتوجه ضد الكنيسة بس حتى يشرزموها وحتى يقسموها وحتى يخلوا الناس تصور على كنيستهم. وبرجع بقول حكيت وبرجع بحكي إنه في أغلاط، ما عم أقول أنا إنه ما في أغلاط، وما عم أقول إنه الدنيا بألف خير، وما عم أقول أنا إنه مرات كتير نحن رجال الدين بيكون في عنا هالتفكير الفريسي، هالتفكير الفريسي بحق الناس. بس أنا اللي عم بحكي عنه، أنا عم بحكي عن الكنيسة، الكنيسة الأم. الكنيسة ولا مرة كانت أبونا فادي، والكنيسة ولا مرة كانت المطران، والكنيسة ولا مرة كانت البطرك. الكنيسة هودي كلهم، الكنيسة هودي كلهم لما بتجتمع ولما بتفكر مع بعض البعض. الكنيسة هودي كلهم لما أنا أنت بتشددني بضعفي وأنت بتشددني وأنا بشددك بضعفك. هيك الكنيسة بتنبني وهيك الكنيسة بتقوم. إنما بهالثورة يلي عم تتوجه ضد الكنيسة وعم تخلق إذا بدكم هالشرخ بين الكنيسة وبين أولادها، هيدا الشيء عم بيؤدي لعمل بصيرة يلي ما عم بتخلينا نفكر لبعدين ونفكر لكم سنة لقدام إنه نحن لوين رايحين، كنيستنا وين راح، لوين واصلة. خلينا نتطلع بأبائنا ونشوف هودي الأفلام يلي بينحطوا، هالأفلام هودي يلي هيك بيأسرونا لما نشوف فيلم مار شربل، لما نشوف هالأفلام هودي بنشوف إنه جدودنا كيف كانوا عايشين وكيف كانوا قراب من الكنيسة، كيف كانوا قراب من الرهبان، واليوم الكنيسة كيف ولاد عم يبعدوا عنا، عم بيخلي هال العمى الداخلي يلي عم يدخل على قلبك وعلى قلبي. هيدا بده يأثر فينا بعدين، بده يأثر فينا كم سنة، لأنه ابنك عم يتربى على هالعمى الداخلي، عم يتربى منك لمن عم بيشوفك انه انت عم تنتقد البطرك وانت عم تنتقد الكنيسة وانت عم تنتقد الله وعم تنتقد الملائكة وعم تنتقد الدنيا كلها سوا. ابنك بده يبلش ياخد منك ويتربى على هالنفسية هايدي، وبدنا نشوف انه هالنفسية هايدي عم تكبر اذا منتطلع بعد 10 سنين وعشرين سنة، اذا ضلينا ماشيين بهالتفكير هيدا وبهالخطوط المتفرعة. نحن قادمين على أزمة كتير كبيرة وأزمة كتير خطيرة. مشان هيك اليوم نحن مدعوين حتى يكون في عنا عن جد يكون في عنا بعد نظر، ما نتأثر بهالشغلات يلي عم تتقدم لإلنا على طبق من فضة، ما نتأثر بهالشغلات وبنفتكر إنه هودي الشغلات هني لخيرنا. يا ما في شغلات مسممة عم تتقدم لإلنا وعم تتقدم لمجتمعنا وعم تتقدم لأولادنا، عم تتقدم على طبق من فضة وعم بيقولوا لنا خدوها، وبناخذها نحن وبناكلها ونشوف التغيير بلش بحياتنا يوم بعد يوم. نحن مدعوين إنه نوعى، نحن مدعوين إنه نفكر لبعيد ويكون في عنا بعد نظر لمجتمعنا، لعائلتنا، لمستقبلنا، لوطننا. وما حدا منا يقول خلون هني يبلشوا وأنا بكون تابع. أنت كون الأول حتى لو كنت لوحدك، وما تكون أنت الأخير حتى لو لملايين الناس راكدين وراك. أنت قادر تعمل التغيير وأنا قادر أعمل التغيير. بريك ومنبلش ناخد اتصالاتكم على 09-914-915. إذا من جديد أنا وياكم أحبائي المشاهدين بالفقرة الأخيرة من برنامجنا الأربعاء بنص الجمعة، وهلأ صار الوقت أنه بلش ياخذ اتصالاتكم على 00961-9914-915. بياخذ الاتصال الأول. ألو، سليم المسيح أبونا. يا هلا، لو مش عم بسمع مزبوط. سليم المسيح أبونا. يا هلا بربر، لو بتعليلي شوي تسمع بداينتي. ألو، سلمى رفول معك. أهلا سلمى، تفضلي.
صعب كتير أبونا نجاوب على كل التحف يلي أعطيتنا إياها بهيدي الحلقة. شكرا. بكل محل كنت عم بتضوي على شيء موجود فينا بمحل معين. أنا بدي أقول مع الرحابني، الرحابني قالوا شبابيكن حيطان وبوابن حيطان وقلوبن حيطان. تقول إنه هيدا العمل حقيقي، إنه يكون شبابيك حواسنا مسكرين ويكون قلوبنا مسكرة محجرة عايشة بس بالأنا تبعالة، ويكون العطاء عنا كتير ضئيل. أنا حدا فقد بصره، يعني فقد شباك من شبابيك الحواس الستة. وأكيد أكيد يا أبونا أول الطريق أنا صدمتني الدنيا، يعني ما كتير تلقيتها بطيبة خاطر، بس إيماني علمني شوف المقلب التاني، وإجت صوت المحبة يلي أنا عرفت وين التجي بوجعي تترجع تعلمني امشي بيلي عندي. فأنا بدي أقول إنه لازم نعرف نختار وقت اللي بتسكر شبابيكنا وبوابنا وقلوبنا، نعرف نختار النعمة ونرجع نفتحها. ولهلأ رغم إنه بصري مسكر عم بشتغل إنه المحل التاني من شخصيتي يكون مضوى. مشان هيك بدي باسم كتار وباسمي أنا وباسم كل المنسيين اشكر نوعية هيدا الاعلام، نوعية الاعلام يلي ما بتخليك تعيش بالشرنقة، بتعلمك تطلع منها. وعلى هالاساس لازم نفتش وين نحن عميين وكيف نحن نعالج حالنا. شكرا لك يا سلمى، الله يباركك وميرسي كتير على هالخبرة الحلوة يلي اعطيتينا اياها. كمان بياخد اتصال جديد. الو الو الو. ايه سلام المسيح. يا هلا تفضل. معك الي. أهلا إلي أبونا. أنا نفس الوضع تبع سلمى، أنا كمان من 33 سنة كمان فقدت البصر. نعم. ونفس الاختبارات اللي عم تعيشهم سلمى، يعني نفس النظرة، كل اللي قلته كمان المواضيع أكيد كانت واسعة كتير. ألو. عم بسمعك عم بسمعك، تفضل إلي. إيه بس أنا عندي مأخذ أنه أكيد الكنيسة إلى دور، بس كتير من الدقيقة من الدخول بزوري بالسياسة، يعني هيدي مؤلم جدا لإلنا. يعني إذا ما عنا مرجع الكنيسة، يعني أنا بالنسبة لإلي مثل ما قلت سلمى أنا اتجهت للكنيسة، يعني من 33 سنة بالكنيسة. بس أكيد كمان إنه مش بس كان عندي عمل بصر، كان عندي عمل بصيرة كمان، بس عم ينمو، يعني عم ينمو، عم بيكون مثل طعم يعني البصر، فقدان البصر حتى ينمى غير شيء. ونشكر الله يعني مع كل الألم مثل ما قلت سلمى، مع كل الألم اللي منعيشه في نعمة عم نشوفها، في تعزية، في فرح، في سلام. نعم. في اختبار حلو جديد عم عيشه، بس دخول رجال الدين بس وريب السياسة مؤلم جدا لإلنا. يعني أنا بروح كنيسة أرتاح صراحة. نعم. وانبسطت أنه طلعت من أجواء الكبت السياسي والزعامة والأحزاب. يعني قصدك أنه الأخوارني بالكنيسة عم يحكوا سياسي، عم يحكوا، عم يعملوا دعايات حتى. نعم. عم يعملوا دعايات انه حتى بيطلعوا رئيس بلدية بنز رئيس بلدية، بيطلعوا شخص بحط مشخص، انه هيدا مؤلم منه. صح. يعني بس ما منعني عن الكنيسة، بالعكس يوميا بالقداس، يوميا بالتزم بالكنيسة امي. يعني حتى يعني انت عم تحكي عن افراد، اكيد برجع بقول الافراد منن هن. لا مش اكيد مش قداسة البابا ولا البكرة. ولا مش كل، اكيد مش كل الاخواني، يعني انه في، لا هيدا اللي اذا بتفتحوا لنا مجال نميز. يعني انا لما بقول انا البابا قديس، حتى البابا تلات باباوات قديسين وما صدفة اجوا، ولا البطرك بهالزمن ولا بطركنا هلا، يعني كمان اللي بشوف فيه كتير روح هيك روح القدس، وكتير اشخاص رجال دين الشباب، بس الطقم القديم مثل طقم السياسي هو ذاته ما تغير شيء. انا مرة على التلفزيون تشاريتي كمان بموضوع نفس الروح، اذا بدي اجي للكنيسه لاقي نفس الشيء الموجود بالزعمه، شو تغير علي؟ يعني لو ساعتها ما تغير شيء. اوكي اكيد بصت الصوره، بس نحن اللي بدنا نقوله انه اكيد مش كل الناس مثل بعضهم، بينوجد اشخاص هيك بينوجد اشخاص هيك. في معنى اتصال من استراليا. الو 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 الو، في معنى اتصال من استراليا. اوكي رح ناخذ غيره، برجع بطلب من الاشخاص اللي حاولوا يتصلوا فينا من استراليا انه يرجعوا يتصلوا فينا، هيك بننبسط انه نسمع صوتكم. ناخذ اتصال. الو
ألو صباح الخير. يا هلا تفضلي. كيفك أبونا؟ يا هلا تفضلي تفضلي. أبونا أنا بس بدي أحكي شغلة، إحنا ضيعنا لما الست، وهون أنا مش بعمم ولا ضد إنه الست تشتغل، بس كمان هي صارت الطالب وحطت براسها الطالب المساواة بالرجال، وهي نسيت إنه المساواة هي مات كثيرة بصمتها، نسيت المساواة إمنا العذراء. أكثر مثال لإلنا تمجدت لأنها كلمة الله. الخاطية الزانية لما تابت واعترفت صارت مساوية للرجال، مش بإني أترك بيتي وألحق دراستي ومش عارف شو، هون أنا بكون بس بكياني وبس بتحقي وبصير مساوية للرجل. ومن هون أبونا قبل يومين أنا بقرأ بالإنجيل، بإنجيل متى، فأجى في راسي وأول مرة بنتبه لها لأني أنا بقرأ بالإنجيل، بيقول فيه إنه إذا صلواتك كلها مجابة إذا أنت بتروح بتصالح أخوك. فمن هون أنا بقول أبونا، من هون بقول كل واحد فينا، لأنه البوصلة هي الصليب، شرق غرب شمال جنوب. فمن هون أنا بدي أكون واقفة بنص البوصلة ويسوع يوجهني وين ما بده. شكرا كتير، شكرا كتير على اتصالك، وتحيتنا لكل إخوتنا اللي عم يسمعونا وعم يشوفونا بالأراضي المقدسة. أكيد بالنهاية أنه الامرأة إلى حقها أنه تشتغل، وإلى حقها أنه تقدر تثبت حالها بالمجتمع، ونحن ما عدنا نحن ضد المجتمع الذكوري، بس أنا مثل ما بقول للامرأة بقول للرجل أنه من المفروض الأم والباي يكون في عندهم هالتناغم بحياتهم الزوجية، حتى الشيء هذا ما يأثر على العيلة، لأنه ممكن كتير إذا الأم برات البيت والباي برات البيت معناتها أنه العيلة صار فيها فجوة كتير كبيرة ومشاكل كتير كبيرة. على 00961-9914-915 اتصال. ألو ألو، سلام المسيح. سلام المسيح أب. يا هلا. أنا ما عندي مداخلة، عندي سؤال أب فادي. تفضلي. نحن بديانتنا المسيحية دايما بنعطي. منين عم تحكينا مدام؟ من الفنار. نعم تفضلي. دايما بنعطي المجد ليسوع، كل شيء بنعمله بنقول المجد ليسوع، المجد ليسوع. صحيح. طيب نحن شو، نحن وين، نحن شو يعني لما دايما بنعطي المجد ليسوع، ما بتدوب شخصيتنا، ببطل له هالقد قيمة لحالنا. في واحد عنا بالكنيسة عمل شيء كتير عظيم، قلت له رحت هنيته، قال لي لا 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 المجد كله ليسوع. طيب ليه ونحن وين، نحن شو يعني نحن؟ طيب انه ما قلنا ما لازم نفتخر بحالنا. حلو حلو كتير سؤالك، حلو كتير سؤالك. اكيد رح ناخد اتصال من استراليا، اكيد برجع بجاوبك. الو الو بجلابنا. يا هلا يا هلا، مين معنا؟ جورج من استراليا. اهلا بجورج. يا هلا جورج، اهلا وسهلا فيك أبونا. بدي أقول لك كلمتين على الشعب اللي عم ينتقد الكهنة والإخوارنة اللي متركوا الكهنة، أو المسيح اختارهم. نعم عم نسمعك. هو المسيح اختارهم، ما نطلع شو بيعملوا، يطلع شو بيحكونا عن المسيح وبس. انت يا جورج قديش صار لك بأستراليا؟ يعني هودي شرف راسنا، شئنا أم أبينا، هودي المسكين المسيح الله اختارهم. الكاهن مش هين يعمل كاهن، مش كل واحد في يعمل كاهن. صحيح صحيح جورج. انت حبيبي شكرا جورج. انت من اي رعيه باستراليا؟ عن رعيه سيده لبنان، ومري حالنا اثنين سوا وحضرنا المسرحيه تابع. الله يخليك الله يخليك، ميرسي كثير يا جورج. وهيك نحن بننبسط كثير لما بيكون في اشتراك منكم من استراليا، لانه نحن بنعرف انه تلفزيوننا صار موجود عندكم، فنحن بنفرح فيكم قد الدنيا. ميرسي كثير على اتصالك، الله يباركك. كمان في معنا اتصال. الو 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 الو, ألو. يا هلا تفضل. سلام المسيح. اهلا حبيبي، يعطيك العافيه ابونا. تفضل. الله يبارككم على البرنامج وعلى البرامج كلها. شكرا. وبحيي لخي جورج كمان، بس اكيد على يعني اندفاعه، ما حدا بينتقد الكهنه الخوارني وهيك، بس في اشياء يعني
لازم الانسان يدور عليها النظر. يعني في اشياء بالكنيسه مع احترامي للكنيسه ويسوع المسيح هو راس الكنيسه، هو يسوع المسيح بغطي عن كل شيء يعني، بس في اشياء كمان انه المسيح المسيح عنا نقول الحقيقه. ما بعرف اذا بتوافقني هالراي يعني. أنا في حقائق ما عم تنقال يا ابونا يعني، في حقائق كثير عم متخبيه. كيف يعني؟ فسر لي، فسر لي شوي. يعني مثلا حقائق مثلا بتروح في تضليل، في كثير مثلا بعض الكهنه بيقول لك مثلا ما في جهنم، ما في شيء، مش عم نفهم. يعني يسوع المسيح هيدا الموضوع يلي حضرتك عم تحكي فيه اكيد هلا قريبا جدا رح بيطلع رساله لصاحب الغبطه. تعليم الكنيسه شو هو اصلا؟ موجود تعليم الكنيسه الكاثوليكيه يلي بيعطيك كل العقائد، عقائد الكنيسه الكاثوليكيه. صحيح اللي حضرتك عم بتقوله انه في بعض الاشخاص وبعض رجالات الدين عم في عندهم نظرتهم، اذا بدك خلاص نظرتهم الخاصه، بس حاليا صاحب الغبطة والأساقفة وبعض الآباء عم بيحضروا رسالة، وهالرسالة هيدي رح بتحدد هالنقاط هودي كلهم سوا يلي حضرتك عم تحكي عنها. بس كثير في شغلة يعني أنا مسيحي بالنتيجة، ما عندي تمييز، بس أنا تابع للطائفة الأرثوذكسية، بس مرتي مارونية وأنا عامل أول أرباني وبطلع يعني ما في تمييز. أكيد ما عندي تمييز، بس بالمكان هي بتمنى يكون في يعني من كل الكنائس، يعني البطريرك يجتمعوا مع كل الكنائس ويحكوا هالاشياء للعالم يوضحوها. نعم ان شاء الله. ان شاء الله نداءك، ان شاء الله نداءك يوصل. يعني انه بس في شغله كمان بس انه بتمنى على الكنائس بهالشهر، اما من قبل حالكم يكون في برامج يعني عن يعني التلفزيون تحطوا لنا برامج عن هالشهر الكريم، يعني هالشهر التسامح وهيك تلفزيونات، يعني بقيه التلفزيونات. اما يكون في برامج مثلا بيعنونا مثلا على رمضان مثل خزنه بحطوا لك برامج مثلا ارباح وما ارباح. يعني انا في فكره براسي اسمه برنامج فيد واستفيد، يعني فيكم اذا بتعملوه في اعدادات. انا ما عندي هيدي فكره بس يعني ان شاء الله بكون اكيد، لان احنا ما فينا ناثر على بقيه التلفزيونات لانه بس انا عم بطرحها على قبل حضرتك مع احترامي لك حبيبي، لانه بقيه يعني التلفزيونات فيد واستفيد ما بعرف كيف تقدر تعمل تحت برنامج. نعم. يكون في اسئله عن الانجيل عن شيء، يعني نحن في عندنا كثير برامج عن الانجيل. ما بعرف اذا عم بتتابعنا. اكيد بتتابع كل يوم الساعه 7 من عشيه عم بيكون في عندنا برامج انجيليه، والحمد لله يعني نسبه الناس اللي عم بتشارك هي نسبه كثير كبيره. anyway نحن ما فينا نأثر على بقيه التلفزيونات ونقول له لبقيه التلفزيونات شو بدهم يعملوا. بالنهايه عم نشوف نحن وعم نحكي نحن عن هالاعلام يلي للاسف عم بالتوجه تبعوله عم بيكون توجه سلبي، فتتجي تقول لهم احكوا عن يسوع المسيح، ما هن مش قاريين ولا يسوع المسيح للاسف يعني. فلما بتدخل المال ولما بيدخل السلطه بينطفى وهج يسوع المسيح، والإنسان بيصير ينبش منين بده يجيب سلطة ومنين بده يجيب مال، ويسوع والمال مع بعضهم ما بيمشوا. بياخد الاتصال الأخير. ألو ألو، سلام المسيح، تفضل معنا. معك أبونا محظوظ أنا آخر اتصال حبيبي. تسلم. أنا كمان عندي كثير هيك نقط على هالموضوع، يعني لحقته من آخره لأنه هلأ طلعت على السيارة، بس شغلتين انا صاروا معي يعني حابب ضوي عليهم او كانت الفرصه لان فتح سيره الكنيسه والاخوارني وهيك. في بطلع حريصه، ما بعرف اذا حدا كمان قال لك اياها، ما بيعطوك شمع غير ما تحط مصاري، ما بيعطوك بخور غير ما تحط مصاري. بقول انا طالع اصلي، ما بدي اقلق معه للبنت، ما بدي اتشارع معه، قلت بدي اقدم شكوى كذا مره، دقيت على صوت المحبه بتلمي ما حدا رد علي. هلا ساعدت يعني، لكن اجتني الفرصه على عيد من في كذا شهر، عم بعمل 6 أشهر زي الناس 6 أشهر لبي. بدك سمي الكنيسه؟ ما لا معلش، لو اذا ما بنسمي بيكون افضل. كان في عيد بيوزعوا شمع، يعني سوري، عيد دخول المسيح على الهيكل، ما بيعطوك شمع غير ما تحط مصاري. بتحط 1000 بتاخذ شمع، بتحط 2000 بتاخذ شمع، بتحط 5 بتاخذ. انا كنت عامل زي الناس 6 أشهر لبي، حاطط بالكنيسه وعاطي الابونا، يعني عيد ما بدي احكي فيها وربي حجميلي، حاطط رقم هو دعم للكنيسه. قلت له سوري انا ما معي مصاري، ما بيطلع لي شمعه؟ قال لي بيطلع لك بس شمعه. فت عند الخوري بالكنيسه انه استفاد، ما بقى قدرت اتحمل انه عم بتهجره. قال لي الخوري تذكرت المسيح بس كسر الهيكل هيدا. قال لي الخوري والله نحن ما خصنا، يعني حقيقة الخوري بيفاوض ما كنت عارف شان دخول المسيح على الهيكل، بس سمعت وعدة الخوري انا.
صار يعني لي كثير العيد وتعني لي الشمعة، يعني قال لنا شيء الشمعة. شغلة ثانية بنكون ماني بعجل السير بيمرق مطران معه سيارة حقها 170 ألف دولار، قول أنا إذا هلا قلت له أبونا بدي من بس سيدنا بدي 50 دولار لأكفي قصة ابني، بيطلع فيي طب أنا هودي بيمثل المسيح على الأرض مثل ما هي جور من أستراليا، هالخوق اللي يسوع المسيح اختارهم ما عم بينكم، بس ما عم بيطبقوا سيارة سياسة المسيح على الأرض، الفقر والطاعة والعفة والمساعدة والمحبة وال 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 طب شوفهم يعني كيف انا فوت على كيسي مش كرمال خوري كرمال ربنا وصلي، بس صدقني عندي ازعاج من اخواني لما اقول 100% 95 لما اظلم، كنت بتمنى يكون العكس، كنت بتمنى 5% مش منيح و95 منيح، بس اكثر من مره انه صارت الرهبه تجرى صدقني ما بعرف، يعني عم بحكيك اياها من كذا شغله صاروا قدامي ما بعرف، يعني هيدي هي هيدي بس انا اول شيء بدي اشكرك هذا الموضوع ابونا فادي يعني مرقين معي بس هودي طازه يعني قصه حريصه عن جد اذا فيك توصل الصوت اكيد بتطلع فيك سجلك يا حبيبتي انا حضرت ست كنايس وست صديقه عندك حاطط رقم بدي اجمعهم وبيجي بسقطهم عندك لتعطيني شمع وبخور لياخذ للعالم اكيد اكيد رح نوصلها هيدي الشغله، بس اللي بدي اقوله انه هذا الموضوع نحن موضوع وموضوع كثير شائك وموضوع كثير كبير وحكينا عنه مرات كثيره وضوينا على هالنقاط وقلنا انه مرات كثير الناس في معها حق ومرات كثير الناس بتظلم، وقلنا انه بالنهايه ولا مره الخوري هو المثال لقلنا انه الخوري هو انسان مثله مثل غيره بيغلط بيعترف مثله مثل كل الناس، انما اكيد ربنا اختاره لهالرساله يلي من المفروض انه يقوم فيها. للاسف انه في مرات كثيره نحن منضيع بهالمسيرة هيدي يلي من المفروض انه تكون عم بتوصلنا وعم بتوصل الناس يلي نحن مسؤولين عنهم لبر الامان. للأسف انه بس يعني الكنيسة ولا مرة كانت مبنية على ابونا ولا مرة كانت مبنية على كنيسة معينة، الكنيسة هي نحن، الكنيسة هي انا والكنيسة هي انت، يعني مثل ما بيقول البابا فرانسيس انه على طول ما بيشوفوا ملايين الطيارات يلي بتوصل الناس على بر الأمان، إنما بس بيحكوا عن طيارة واحدة وقعت وصار فيها حادث. فنحن خلينا نكون إيجابيين ونحاول ننبش على هالمحل الحلو يلي بالنهاية نحن ما قلنا إلا كنيستنا. هلا المطران اللي من بده يروح منها ونخليه ياخذها لل 150 ألف دولار قلت لي حق السيارة، خليه ياخذها معه، مش رح ياخذها معه، بالنهايه مجد هالارض بيبقى بهالارض والانسان ما بياخذ معه الا اعماله. فما نحن نتاثر بهالشغلات يلي عم بتكون يمكن شغلات عم تزعجنا نحن نفسيا. خلينا نحن نتطلع ويكون في عنا نظره اكبر ونظره اهم. بالنهايه ربنا يلي بيرزق ورود الارض وزهر الارض يلي بيرزق الطيور السماء اكيد ما رح يترك حدا من اولاده. مشان هيك خلينا نحن نكون في عنا هالامل هيدا وهالتفكير الايجابي بكنيستنا. وبرجع بقول ما حدا ممثل يسوع المسيح على الارض، كل واحد منا بيمثل يسوع المسيح. وهون من هالشيء هذا بنتقل للجواب يلي سالتني عنه المدام، انه ليش بدنا نقول ليش المجد ليسوع؟ ليش بدنا نقول المجد ليسوع؟ سؤالك كتير حلو وسؤالك كتير مميز. بالنهاية نحن وجودنا على هالأرض يلي نحن عم نعيشها، وجودنا على هالأرض هي مرور، هي مرور، وهالمرور هيدا نحن حتى نرجع نتلاقى بيوم من الأيام بأحضان الرب. يعني أنا وجودي على هالأرض هي، مشان هيك المسيح بيقول أنتم لستم من هذا العالم إنما أنا اخترتكم. فإذا اختيار الرب يسوع لنا على هالأرض حتى يكون في عنا رسالة، هالرسالة هيدي إنه نكون نحن مسحاء آخرين عم نوصل صورة يسوع المسيح لبقية الناس. مشان هيك إذا بتطلعي وبتشوفي بالإنجيل يوحنا كمان قال شي ذاته، قال له أن يعظم ولي أن أصغر. فإذا لما بينوجد يسوع المسيح بحياتي معناتها أنا كيف بدها توصل صورة يسوع المسيح؟ مش ممكن توصل صورة يسوع المسيح إلا من خلاله. مشان هيك البابا يوحنا بولس الثاني لما بيحكي عن الكاهن بيقول إنه المسيح محتاج لإيديك، والمسيح محتاج لشفافك، والمسيح أنتو كناس محتاج لدينيك.
فاذا المسيح محتاج لإلك والمسيح محتاج لإلي حتى يقدر انه يوصل للناس. والانسان يلي بيكون يسوع المسيح بقلبه، هالانسان هيدا هو مثل المرايه يلي عم تعكس محبه الرب بالمجتمع يلي نحن عم نكون موجودين فيه. اكيد نحن لما بنقول المجد ليسوع المسيح هو فعل تواضع منا، فعل تواضع منا انه هل القدرة يلي يا رب انت عطينا اياها، بنقولها بالسرياني من دي لوخ مقارب لوخ، مما لك قربنا لك. بالنهايه حياتي هي عطيه منك، مواهبي هن عطيه منك، هالمواهب وهالعطايا هودي انا بقدمهم لك حتى انا اكون عم بخدم هالبشر هودي كلهم سوا باسمك، باسمك انت. لانه لما اسمك عم بغيب الانانيه عم تكتر، لما اسمك عم بغيب الحقد عم يكتر، لما اسمك عم بغيب البغض عم يكتر، لما اسمك عم بغيب الشر عم ينتشر بالدنيا كلها سوا. مشان هيك انا لما بقول المجد ليسوع المسيح يعني انا عم باخذ من صفات يسوع المسيح وبزرعها، مثل هيك الزارع يلي زرع بالحقل في منه طلعوا بين الشوك، في منه طلعوا بين الحجر، وفي منه طلعوا بالارض الطيبه. اذا ان شاء الله اكون جاوبت. بشكر كل الاشخاص يلي اتصلوا، بدي اتمنى لكم ايام مباركه، وبدي لكم انه كمان مسرحيتنا ثوره النساك هالمسرحيه بعدها عم تنعرض على مسرح جورج الخامس ادونيس. فيكم تتصلوا فينا على 01-999-666 على الفيرجن ميجا ستور، او تتصلوا على المسرح على 09-220-526-527، او تتصلوا فينا على الاذاعه على 09-917-917. للاشخاص اللي عم بيقولوا انه بدنا مسرحيات وبدنا شغلات دينيه بهالشهر المبارك، هيدي مسرحيه دينيه وهيدي مسرحيه بتحكي عن تاريخنا وبتحكي عن الاضطهاد يلي عانوه المسيحيين على ايام المماليك، وكيف هالمسيحيه بعدها عم تستمر، وكيف هالمسيحيه بعدها قدمت الشهداء، وهالمسيحيه هيدي بعدها عايشه انطلاقا من الاربان وانطلاقا من دم الشهداء الرهبان يلي ماتوا على مذبح الرب. اذا لهون بوصل انا وياكم لنهايه حلقتنا، ملتقانا نحن وياكم الاسبوع الجاي باذن الله. والموضوع يلي رح نحكي فيه الاسبوع الجاي هو نظرات يسوع، نظرات يسوع. والتقانا انا وياكم الاسبوع الجاي، الله معكم. دم تنحافظ على المقدسات. ليش جيتوا لعندي؟ انت البطرك بنشوفه. علوهن على المشانق. اللي متلك ومثل عائلتك ما خرجوا يصيهرونا. وخر لسانك قبل ما نسيب سيرة عائلتنا. لك هيدا ابني. قصة منك ومن ابنك. ابني ابني ابني. يا ناصر انا عم جرب انسحب لان القصة صارت اكبر من عرسنا. Okay.